على الرغم من عمليات الإطفاء التي تواصلت الليلة الماضية وطيلة النهار، فإن الحريق الذي شب في مؤسسة القاروق في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية بقي ساحة عمليات لفرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء بهدف السيطرة عليه. سحب الدخان انتشرت في سماء المنطقة وأدت إلى تسجيل حالات إغماء وضيق التنفس. هيدا أكبر دليل، فيك تصور وتشوف، مبنى له عم يحترق صار لحد هلا 24 ساعة، هاول حالهم بكفوا وبوصلوا الرسالة. طيب شو أسباب الحريق؟ شو ما حدا عارف شو أسباب الحريق، ما حدا، ما عادش نحكي لأنه كل واحد عم يفهمها شكل. أنا زلمي بدي حاول قد ما فيه لأطفي هالنار وريح اللي حوالي قبل ما ارتاح أنا، لا أكثر ولا أقل، وعم يشتغلوا على الله يعطيهم ألف عافية، بس شو بدي أعمل؟ بالتحليلات ما بدنا نفوت تحليلات، نحن بنقول صار في حريق. صار في صعوبة بخلع الباب الأساسي للوصول للحريق مما أدى لزيادة النار، وكان نقطة الاشتعال هي نقطة حساسة جدا وكان فيها منفذ هواء كتير قوي، طابقين، مساحة كل طابق حدود 800 متر تقريبا، موجود بقلبه أنواع مختلفة من التجهيزات اللي هي مصنعة من البتروليات أو الأوراق أو الأخشاب، فبالتالي كان في حرارة كتير عالية حالة دون وصولنا لمكان الحريق بشكل أساسي، وهذا اللي اخذ معنا وقت. نحن حدود الساعه 3 كانت الامور تقريبا 85% كنا عم نبرد وعم نخفض درجه الحراره لنقدر نفوت على كامل المبنى. اللي صار انه بالطابق العلوي كان في انان سبراي، وهيدي نتيجه الحراره صارت ضغطت وعملت انفجار كثير كبير. وفي المعلومات أن سبب الحريق يعود إلى احتكاك كهربائي، وهو أدى إلى خسائر مادية كبيرة من دون الإفادة عن وقوع إصابات بشرية.